هذا المشروع بتمويل من اليو ان دي بي، والجهة المنفذة هي شركة روعة التعمير أبلت بلاء حسن. شكرا لكل الجهود اللي بذلت، حقيقة كان عملهم متواصل ليل مع نهار لإنجاز هذا المشروع الحيوي المهم اللي أبناء مدينة الموصل، يربط منطقة النبي يونس في منطقة الجامعة، وهذا طبعا الممر الرئيسي إلى المؤدي إلى جامعة الموصل وكثير من المدارس والقطاعات الموجودة في هذا الجانب.